هنعمل نوعين من العصير، عندنا عصير الليمون اللي هو ليموناتا بس بالزنجبيل، وعندنا ليموناتا وردي. تمام. طيب انا هنا عندي الليمون، قلت لهم خلوا شويه من القشر، هم ما حبوش يخلوا شويه من القشر، قالوا لي لا احنا عايزينه من غير قشر، فزي ما كل واحد عايز. ممكن تسيبوا شويه قشر صغيرين قوي، انا كده بحبه، وممكن تشيلوا القشر خالص زي ما هم بيحبوه. هنحط الليمون بتاعنا هنا، وهنحط معاه عسل، ما هو ده بقى يعني شويه هيلثي. هنحط العسل، وطبعا العسل زي ما تحبوا، شوفوا قد ايه انتوا عايزين تحطوا عسل وحطوا. وهنحط معاها الزنجبيل، بس خلينا نقطعه، اعتقد متقطع، معلش ما شفتوش متقطع اهو. تمام. كفايه كمان واحده، وخليني اشيل دي علشان نغسلها ونستعملها. يا هنا خلاص. هنحط دلوقتي الميه، وهنحط النعناع، ونخلط الكلام ده مع بعضه. تمام. دي كده الليموناتا بتاعتنا الهيلثي الصحية. خلاص دلوقتي هنعمل ايه؟ هناخد عندنا التلج، طبعا التلج بتقدروا تحطوه في الخلاط، وبتقدروا تخلوه بره، انا صراحه بحب اخليه بره، بس برضو في الاخر زي ما انتوا بتحبوا. وافضلوا بقى دوقوا واظبطوا الطعم زي ما انتوا عايزين، عايزين شويه عسل، عايزين شويه ميه، زي ما تحبوا. طيب ناخد دلوقتي الليموناتا نمرة 2، بس دي بقى مش هيلثي. عندنا برضو هنا الليمون، وعندنا هنا سكر حسب الرغبة برضو، شوفوا انت ايه انتوا بتحبوا سكر. وعندنا بقى بصوا اي حاجة عندكم ممكن تدي اللون الوردي، يعني ممكن نستعمل الفراولة، ممكن نستعمل الرمان، اي حاجة عندكم ممكن تدي لون احمر استعملوها. فاحنا هنستعمل هنا شوية فراولة عشان تدينا لون خفيف كده بينك حلو. وعندنا المية، عندنا مية تاني هنا. دي بقى اللي هيبقى فيها كده تركة لذيذة قوي، هتدي طعم حلو قوي للليموناتة بتاعتنا. دلوقتي نشوفها مع بعض. خلاص دي كده برضو جهزت. نجيب برضو بولة، او نحط هنا، نجيب المصفى ونصفي العصير بتاعنا. نصفي شوية على قد الكوبايتين، لان ده طبعا الفراولة كتير بتبقى فيها حبيبات فما بتتصفاش بسهولة. خلاص كفاية، احنا كده بقالي ساعة بقول كفاية، بس هو كفايه بجد. يلا هناخد دلوقتي الفراوله بتاعتنا والعصير بتاع الليموناتا بتاعنا البينك. نحط التلج الاول،
انت. يلا هناخد اول حاجه عصير الزنجبيل اللي عملناها بالزنجبيل. ادي اللي بالزنجبيل. هنحط بقى دلوقتي اللي بالفراوله. اللي بالفراوله اللي هي البينك ليمونيد دي كمان لذيذه قوي قوي. بصوا هنحط شويه كده هنا يعني لغايه اكتر من نص شويه، تلات ارباع نقول مثلا. الباقي بقى هنحطه ايه؟ ميه غازيه. الميه الغازيه دي هتديها طعم لذيذ جدا جدا جدا.